بسم الله الرحمن الرحيم والذي يصيبك بالبركه حتى اذا قمت وتقينا باذن الله فحيم طيبه لربي ربي هذا كذلك قال رسول الله وجاءهم الموت فقال فقدوا ان اللهم اجزينا لهم دين لئن انتهوا من الشاكرين فلما انتهوا اذا هم بالغفاب يلقون في بعض سيف الحقل فقوم لا انفسكم ان تغفل الدنيا ثم الى مرجعكم ان ارجوكم على قوم تعملون وان مغت الحياه الدنيا كما ان انزل لهم من السماء والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا
الكبرى يا نبي ذلك الآية من قومه يسمعون قد تخبوا ما ولد سبحانه وعلمه ما في سماء الله وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتعقلون ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون فدعوهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ينبئهم من نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَجَعَلَ عَلَيْهِمْ نَبَأً وَقَالَ قَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِنَا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُمْ فَأَمِنُوا أَمْرَكُمْ وَأَمْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنَّ وَلَدَ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا تَنَاكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقى قال موسى ما أتيتم به السحر إن الله لا يصلح عنهم مفسدين ويحق الحق بكلمة ولو كره المجرمون فما آمن بموسى إلا بريتم من قومه على قومه فرعون وما لهم أن يفتنهم فإن فرعون لعن في الأرض وإنه لمن المسلمين وأقعد موسى يقول إن كنتم آمن قومه وعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم ظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بالبشرى بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت لنا من القرآن ومدحه زينة وأمر في الحياة الدنيا ربنا ضلوا عن سبيلك ربنا اقضوا على أموالهم واشدوا على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركوا البحر قال آمنوا أنه لا إله إلا الذي آمن بنو إسرائيل أنا من المسلمين قال أنا قد أشركت قبل وكنت من المنذرين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون من الخلق الآية فإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مباشرة وأرسلناهم رسلا فما خذلهم حتى جاءهم علم أن ربك يبني بينهم القيامة في مكان يختلفون فإن كنتم في شك مما أنزلنا إليك فصل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من المنذرين ولن تكون من الذين كذبوا بآياتنا فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون فإن جاءتهم كل آية حتى يقصوا عذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فعلى بها إيمانها إلى قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم من حين فلشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا آمنوا بكرهوا الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لهم أن تؤمن بالله إلا بإذن الله ويجعلون جعل بإذن الله يعقلا ولينزلوا هذا في السماوات والأرض وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون فلينتظرن إلا مثل الأيام التي خلت من قبلهم ولو انتظروا إني ما كنت منتظرين ثم نتيجة أنا والذين آمنوا لأن الحق علينا هم يدعون يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبدكم ولا أعبد من المؤمنين وأنا أخرجك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دونه وما لا ينفعك ولا يضرك ويفعلك إنك إذا من الظالمين وإن يسرك بأذن لدن فلا كشف له إلا هو وإن يريدك بحق فلا راد لمن يشفع من يشاء من عباده وبلغ الغفور الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فما أنا عنكم بحكيم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يكون الله هو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب الرحمة آيات ثم فصل من الحكيم القابل ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن تستغفروا ربكم ثم توبوا إليه مرجعكم متاعا حسنا إلى حد المسمى وأتقوا الله
قبله فداء يتولى وفهم يخف عليكم عذاب يوم كبير إلى الضمر نعكم هو عادك ولشيء مقدر ألا إنهم يسلمون شعورهم ليستخفوا منا ألا إن الدرش نسيابهم يعلموا ما يسرون وما يعلنون إنهم عليهم في ذلك الشعور بسم الله الرحمن الرحيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أهل هارون من قومه إنكم أشياء هارون فأنجيناه وأهله إلى امرأته كانت حاضرين فأمضنا عليهم الضرب كامل المنذرين والحمد لله وسلم على عبادنا أصحابا أضخنا أما يشركون أن خلق السماوات والأرض وأن أنزل لكم من السماء ماء فأخرجنا به ما كان الغمد مثل شجرة إله مع الله قوم يعملون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نار وجعل لها رواسي وأجعل بين البحر حاجزا أعلم الله ولا تلوم لا يعلم أم يحرم الضر إذا دعوا يشرك الله ويجعلكم خلفاء أعلم مع الله قدر ما تنكرون أم يحرم في الظلمة قبل والبحر يحرم في الظلمة قبل والبحر يحرم في الظلمة قبل أم يحرم أم يبدأ الخلق ثم يعيده ومن السماء أي لهم الله الحمد لله لكم إن كنتم صادقين.